طبعا بالبداية لليوم التالي على التوالي تستمر التظاهرات الاحتجاجية بعدة مدن وأقضية في أقليم كردستان. خرج اليوم أيضا مواطنون بسليمانية ورانيا وكفري وكويا وطقطق وحلبكة وحملوا لافتات تدعو لحل الحكومة الحالية. طبعا كل هذا يحدث وسط إجراءات أمنية مشددة. المحتجين حاولوا في المناطق التي تشهد تظاهرات اليوم اقتحام مقرات الأحزاب السياسية، وأيضا قاموا بحرق عدد من المقرات الحزبية والمقاميات في تلك المناطق. طبعا أكثر مظاهر العنف كانت صراحة في طقطق، تم اقتحام مديرية الكهرباء واقتحام مديرية البريد. كانت هناك تصادمات وهناك جرحى، هناك اعتقالات لناشطين في السليمانية وفي أربيل. المحتجين يقولون بأنهم لن يتراجعوا وهم ماضون إلى أربيل. ونحن نعرف بأن هذه التظاهرات يعني كانت من 2012، يعني كانت موجودة فقط في السليمانية. يعني المشهد هو متكرر في السليمانية. لم تستطع موجة الاحتجاجات أن تجتاح أربيل، ما يعتبره بعض المحللين بأنه إذا لم تقم أربيل ولم يقم المواطن في أربيل العاصمة لن يكون هناك أمل في التغيير. فيما يخص سؤالك حول أن هناك جهة سياسية أو يعني دولة تقف وراء هذه التظاهرات، نحن نعلم بأن الأقليم من 2014 يشهد أزمة اقتصادية، وكان هناك عدد من أحداث. يعني كان هناك تعطيل للبرلمان، كان هناك اعتقالات للناشطين، هناك أزمة اقتصادية خانقة، هناك ملفات فساد، هناك عدم وجود شفافية في ملف النفط والغاز والثروات الطبيعية في الأقليم. هناك نظام ادخار إجباري للموظفين، الموظف لا يتقاضى راتبه كل شهرين أو ثلاثة أشهر. هناك أزمة كهرباء، هناك أزمة ماء، يعني هناك احتقان في الأقليم. وكانت هناك عدة مظاهرات وهي ليست المرة الأولى. طبعا هناك دعوات لعدم تكييف هذه المظاهرات، هناك تخوفات من جهات سياسية أن تتدخل بعض الأجندات لتكييف هذه نعم أستاذ روشن، هناك أخبار بشأن هجوم أو تحضيرات من الجيش العراقي لشأن هجوم على البشمركة، ما صحة هذه التصريحات أو الأخبار؟ طبعا هذه الأخبار ليست بجديدة، لن يكون يعني حسب ما صرح العبادي بأنه لن يكون هناك هجوم، وهناك يعني توقعات بأنه لن يكون حتى هناك حوار إلى ما بعد الانتخابات في أقليم كردستان وأيضا في العراق. يعني الملفات ما زالت عالقة. نعلم بأن حكومة أقليم الآن تحاول أن تجد لها وساطات أو روسية لتتوسط مع بغداد لبدء الحوار. هناك مساعي في الأقليم، ولكن بغداد تقول بأن الأقليم ما ظل متعنت فيما يخص تسليم بعض المعابر الحدودية، وأهمها هو معبر إبراهيم الخليل وبعض آبار النفط. لذا وبغداد تشترط على الأقليم بالاعتراف أو إلغاء، يعني أن تعلن موقف واضح بإعلان نتائج الاستفتاء. طبعا يعني كما قلت لك كان هناك حديث عن أنه تم تشكيل وفود لزيارة بغداد، ولكن ليس هناك شيء على أرض الواقع حتى الآن. ما يزيد الأزمة يعني تعقيدا هو ما يحدث الآن في كردستان. هذه الاحتجاجات أن
استمرت أكثر من ذلك، ماذا يعني ماذا ستحمل هذه الاحتجاجات؟ هل هذه الفوضى التي ستخلقها الاحتجاجات، هل الأقليم سوف يكون قادرا على السيطرة على موجة الغضب؟ ما الذي يجب أن يقوم به حكومة الأقليم؟ هل فقط عليها أن تقوم بإصدار بيان أكثر من أن تدين نفسها تدين حركة الاحتجاجات؟ يعني حقيقة حتى الآن حكومة الأقليم أثبتت فشلها في التعاطي مع الكثير من الملفات والكثير من الأحداث السياسية التي تواجهها